هنا اصلا كطلبه او كشعب عامه بصفه عامه بتسمع في دماغنا اكتر المواقف مش الكلام. يمكن يكون مثلا موقف سمعناه في فيلم، يعني في مثلا كان في فيلم ارشد قال بينه وبين بعض كاصحاب، يعني جاي دي حاجه كده اللي بتسمع في دماغنا. و ايه علاقه ده كل اللي انا بقوله بالكلام، او ايه علاقه كل ده بالهيستوري اصلا، بكورس الهيستوري نفسه؟ ازاي بنضحك اصلا في بدايه الهيستوري؟ مش حاجه بتضحك فيها. احنا كلنا بننام في الهيستوري، يعني تقريبا اغلبنا مفيش حد فينا بيحب الهيستوري. لا يعني فرونت يمكن اول ما داتا شوت فتحت لقينا شخصيات كرتونيه، مولان، بوكهانتس، حاجات احنا اصلا يعني حاجات احنا كنا عايشينها مع بعض احنا في الطفوله، حاجات احنا يعني يمكن ما كناش مستوعبين الدكتور بيقولها. برضه قاعدين نسال نفسنا، طب هو ده اللي هيخلينا نحب الهيستوري؟ او هو ده اللي هيخلينا يعني ان احنا نستوعب الماده او نحبها، او ان هو ده اللي فارق معانا، هو ده اللي اثر علينا، يعني هو ده بمعنى اصح انه خلانا نحب الماده اكتر وخلانا نستوعبها. طب احنا بنقعد نجمعه، مجرد ما الورق ده بيتجمع احنا خلاص كده الماده سابت في دماغنا. طب معنى اصح ممكن ما كنتش فاكره دلوقتي، بس يعني بيثبت في دماغنا خلاص اكيد سبب حد منهم، يعني زي ما انا صح لسه مش فاكر حاجه. واضح ان هو سيب اكتر حاجه عليها درجات هي السمايل فيس، وده يعني ايه لازمته؟ ده اعتقد ان الدكتور كان بيحاول يوصل لنا سكيلز معينه بطريقه غير مباشره، ان هو يخلينا على طول مركزين في الليكتشر، على طول صاحيين، خلينا نسال اسئله نجاوب، لو جاوبنا غلط ناخد سايد فيس ما بيأثرش علينا ما بينقصناش حاجه، بس يخلينا نجاوب المره الجايه اكتر، بيحفزنا ان احنا نجاوب. كان اي مبنى كان عايز يصورونا كان ممكن هو الدكتور يكون بيتصور فيه، يعني دكتور اي صوره كان ممكن تلاقي الدكتور بيصور فيه، وانا كنت حضرتها بحسن حضرتها جدا تفيت العالم. اي صوره مثلا اي حاجه بتصوره قدامها. فاحنا ممكن برضو ده ايه لازمته بالنسبه لنا، ان هو واحنا قاعدين مع بعض مثلا نسيت المبنى، افتكر مثلا المبنى قميص الدكتور. قميص ازرق وترون بيج مش عارف ايه، ساعتها ده فعلا المهم ما تحطوش في الامتحان بالقميص. اكتشفنا ان هو اصلا الدكتور بينمي فينا سكيلز بطريقه غير مباشره، بطريقه احنا مش حاسين، يمكن بعد واحنا في الامتحان حسينا الكلام ده كله. طريقه الامتحان مش محتاجين قوي ان احنا نذاكر، يعني يا دوبك بس نقرا هيد لاين فينا، نقرا الستايل ونمشي كده عليها، وبندخل الامتحان كله من الليكشر، مفيش حاجه احنا بقينا فاهمين مش حافظين. فعلا بالظبط، احنا يعني خلاص بقينا حابين الكورس، بنفتكر الحاجات بالسمايل فيس بالساد فيس بقميص الدكتور حاجات كده. لحد بقى ما جه يوم ان احنا نعرف البروجكت. فايه بقى البروجكت؟ عباره عن ايه البروجكت؟ او طبعا كنا عارفينه من الدفعات الاكبر مننا، بس احنا كنا برضو ايه اول ما قلنا البروجكت كنا اتخضينا، هو عباره عن موفي 15 دقيقه ماكسيمم نجسد فيها حياه معماري او نشرح فيها حياه معماري. طب دكتور لو حضرتك بتطلع يعني بغض النظر ان الصوت كان فيه طلع الطاقات اللي جوه بنطلع، اكتشفنا فعلا ان احنا عندنا اكتيفيتي ثانيه، ان احنا عندنا موهبه ثانيه نقدر نطلعها غير هتستفيدوا بيها في حاجات تانية. بالظبط، ممكن مثلا لا قدر الله محدش فينا نجح في الكريم بتاعنا وهي واعتقد يعني يا ريت محدش فينا يكره، هي على الاقل تجيب فلوس اكتر يعني. ليها بقى فعلا في ناس بتمثل، ناس بتنتج، ناس قصدي ناس بتمنتج فلوس قليله ناس بتخرج، ناس بتغني بغض النظر ان هو كان في سنه نشاز، بس هي حاولت ان هي تغني. يمكن كلنا عشنا الدور بتاع ان احنا كلنا ممثلين، يعني مثلا اجي مثلا وانا لازم بيت احضر لك الغداء اللي جوه ورايا تصوير مش عارف. اجي مثلا بالليل انت ايه اللي اخرك ابدا لسه راجع من اللوكيشن. حاجات زي دي خاصة يعني كانت بتحصل منه، وفي حد كان بيجي يحكي لنا الكلام ده، انا ساعات كنت بعيش في دور جدا يعني انا كنت فيها فنان على عيني. وانا اصلا طلعت في دور بس. حاجات زي كده كتير، فاكتشفنا في الاخر ان هي دي فعلا الحاجات اللي اثرت فينا
البروجكت ما كانش ممل جدا، حتى المنافسه اللي كانت بيننا كانت بطريقه مختلفه جدا بالفوتنج. الفوتنج كان فيه منافسه بس منافسه وديه جدا، ما حصلش اي حاجه ان حد فينا كان بيحاول يجي فوق حد او ما اعرفش، بالعكس احنا كلنا كنا بنساعد مع بعض. مثلا حد زي مصطفى كمان شارك في بروجكت تاني، كلنا كنا بنساعد بعض بنقول افكار لبعض، ما حصلش اي حاجه ان حد اتعدى في جيب فوق حد او حصل حقد بيننا وبين بعض، بالعكس. البروجكت ده كان زمانك زيرو، كان زمانك بعيد، كان زمانك بعيد. طبعا انا يعني الكلام ده انا مش حافظ حاجه، انا مش كاتب حاجه، انا كل الكلام ده ممكن لما اشوف حد بفتكر موقف. يمكن بس امبارح قبل ما انام عملت بروفا قدام المرايه، وتقريبا انا فاكر ان انا مسكت عملت بروفا مربعه. عايش لسه في الدور. مسكت والله مسكت فتحت المكوى على المكوى اعملها مايك، مسكت فتحت المكوى على المايك وقعدت اتكلم، ما عرفتش اتكلم، ما كملتش فيها وفهمت زي ما تيجي تيجي بكره. بس فلو انا قلت حاجه مش على يعني مش على هوا الطلبه فانا اسف جدا وبتاسف وشكرا جدا استمعت.